دولة رئيس الوزراء بيشهد مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات 5G، الجيل الخامس هيبقى في مصر، وده بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. احنا معانا على التليفون المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك يا فندم. ده ايه الخبر الحلو ده؟ يعني انا طبعا سعيد وسعيد ان انا في المداخله مع حضرتك دايما في مداخلات تشرف. كثيره يعني، وطبعا ان احنا ندخل الجيل الخامس في مصر دي طبعا حاجه كويسه جدا. احنا دخلنا الجيل الثاني في مصر من سنه 98، يعني اكثر من 25 سنه. صحيح. النهارده بندخل الجيل الخامس، والجيل الخامس بقى ممكن نتكلم عليه بالتفصيل لو عند حضرتك أرجوك. يعني وقت. ايوه. الجيل الثاني دايما كان بيتكلم، لو اتكلمنا على الاجيال السابقه كان بيتكلم على المكالمات الصوتيه التليفونيه والرسائل القصيره. مع بدايه الجيل الثالث والجيل الرابع كنا بنتكلم على الانترنت والبيانات والخدمات المعتمده عليهم. الجيل الخامس بقى فيه طفره وفيه تغيير كبير جدا، ان كل الاجيال السابقه كانت بتتكلم على التليفون المحمول نفسه سواء مكالمات صوتيه او انترنت. الجيل الخامس بنتكلم على انترنت الاشياء، ان هنبتدي بقى الاجهزه نفسها اللي بيستعملها الانسان، سواء سياره سواء عداد ذكي سواء اي حاجه تلفزيون، حاجات في البيت نفسها، تبتدي الحاجات دي تحط فيها شرايح وتبتدي تتكلم مع بعض. سرعه الانترنت العاليه مع كمان زمن استجابه قصير جدا، ونقدر نربط كل الاجهزه دي مع بعض، تبتدي بقى الانسان يستفيد. وكمان الصناعه كمان، يعني الحاجات دي بتخش في الصناعه في الحاويات لو بنتكلم على المواني وغيرها، دي طفره كبيره جدا في الاتصالات، هيستفيد منها المواطن وكمان هيستفيد منها المستثمرين. هتنقل اصلا الخدمات اللوجستيه في حته ثانيه خالص طبعا يا فندم. يعني كل الحاجات التعليميه، احنا النهارده بنتكلم على التحول الرقمي، بنتكلم على كل الخدمات الحكوميه والصحيه ان هي كمان تتم عن طريق الانترنت. النهارده لما تكون سرعه الانترنت سرعه كبيره جدا، وبالتالي المواطن هيقدر يعظم الاستفاده من كل الخدمات التعليميه. النهارده واول ما جت لنا كورونا كنا كلنا بنعتمد على الانترنت في اجتماعاتنا وغيرها، هنا بقى هتبقى السرعه عاليه جدا، الصوره كويسه جدا، زمن الاستجابه قليل جدا، فكل اجتماعاتنا وغيرها هتتم بطريقه احسن وافضل بكتير من الوضع الحالي للجيل الرابع. طيب يمكن انا في بالي حاجه وصححني لو انا غلطان، هل دخول الجيل الخامس في مصر اللي هسالك بعد شويه هنبدا العمل بيه من امتى يعني، لكن دخول الجيل الخامس في مصر هل هيساعدني في مسألة رقمنة الخدمات البنكية والتحويلات المالية؟ يعني هيساعدني على أن أنا أقدر أعمل مجموعة من التطبيقات أكثر سرعة أكثر دقة إلى آخره؟ أنا بسأل في ده ليه؟ لأن أنا لو عندي هذا الشكل من أشكال الرقمنة أقدر يعني بعد ما يستقر وتمام التمام أقدر الصبح أعمل زي بلاد برة، مفيش حاجة اسمها كاش. كلام حضرتك مظبوط يا فندم، زي ما انا قلت لحضرتك كل الاجيال اللي كانت بتعتمد قبل كده كنا بنعتمد على المكالمات الصوتيه وبنحسن في الجوده الخاصه بالمكالمات نفسها والانترنت. مع نهايه الجيل الرابع لو حضرتك بتتكلم على الحاجات البنكيه ابتدينا نخش المحافظ الالكترونيه وغيرها، وابتدى عدد كبير، احنا النهارده بنتكلم على اكثر من 30 مليون مواطن بفتح محافظ الكترونيه، وبالتالي الكاش بيقل. مع دخول الجيل الخامس وكمان السرعات العاليه وزمن استجابه قليل جدا للبيانات، هتبتدي كمان الخدمات دي جوده هذه الخدمات هتتحسن. خدمات اخرى يعتمد عليها المواطن في التحول الرقمي سواء خدمات ماليه زي ما حضرتك قلت، صحيه، تعليميه، المواصلات نفسها، هتبتدي كل الحاجات اللي هي موجوده في الشارع الخاصه بالمرور وغيرها تبتدي كمان تعتمد على هذه التقنيه، وبالتالي هيبقى في تحسن في كافه الخدمات المقدمه للمواطنين. صحيح، انا بشكرك جدا جدا يا باشمهندس، بس السؤال الاخير بقى هنبدا من امتى؟ يعني متوقع نبدا العمل بهذه الخدمه من امتى؟ بداية التوقيع على الترخيص بتبتدي الشركة نفسها تبتدي تأهل البنية الأساسية الخاصة بيها لتقديم خدمات الجيل الخامس. حضرتك عشان نقدم خدمات الجيل الخامس دي قعدنا أكتر من سنة نعمل حاجتين، أول حاجة إن احنا نبتدي ندرس ونشوف المواصفات الخاصة بالخدمة، وكمان نأهل الشبكة الحالية الخاصة بالشبكات عشان أول ما الشركات تحصل على الترخيص تبتدي الخدمة على طول. طرحنا ترددات في آخر عامين عشان تكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمات الجيل الخامس، بإضافة كمان لخدمات الجيل الرابع نحسن فيها، وكمان من الابراج بنينا عدد كبير من الابراج ودخلنا شركات تبني الابراج، وبالتالي النهارده مع توقيع الترخيص هتبتدي الشركه المصريه للاتصالات على طول في استعمال البنيه الاساسيه الحاليه وتطويرها على تقديم الخدمات في خدمات الجيل الخامس، وهيكون قريبا ان شاء الله التقديم الفعلي للخدمات. وعشان اقول لحضرتك كمان التليفونات اللي موجوده الحديثه مؤهله اساسا للحصول على هذه الخدمات. التليفون بتاعي يشتغل؟
طبعا لو حضرتك تليفون حضرتك حديث اول على طول ما الشبكه تشتغل هتلاقي نفسك من غير حتى ما تعمل اي حاجه في التليفون هتلاقي على طول السرعه بتاعه البيانات، وانت هتحسها كمان هتلاقي نفسك سرعه البيانات والخدمات اللي انت بتستخدمها هتلاقيها اتحسنت بطريقه اوتوماتيكيه. طيب حلو جدا، خلاص طالما تليفوني هيشتغل يبقى انا كده مبسوط. اشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمه السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.